السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي معانا ورك بوك بيج 26 صفحة 26. افتحوا معانا صفحة 26. السؤال الأول بيقول لي هنا يا أولاد ريد أند ماتش، اقرأ ووصل. أول سؤال محلول على طول. Where shall we go to the to Al Omari Mosque later؟ ممكن نروح نذهب إلى المسجد العمري فيما بعد. قال له يس ذاتس ا جود ايديا، طبعا خدناها قبل كده، هذه فكره جيده. وات شال وي دو وين وي جيت تو ذا بيتش، ماذا سوف نفعل عندما نحن نصل الى الشاطئ؟ او نقول له ايه؟ ها نقول له ليتس سويم اند هاف ا بيكنيك، هيا نعوم ونتناول ايه؟ ماشي ده التاني. نمسك اللون البرتقالي، قلت قبل كده كل جملة هنوصلها بلون مختلف عشان ما نلعبكش الدنيا. When shall we come back؟ قال له متى سوف نعود مرة أخرى المنزل يعني. We wanted to be home. يبقى أنا عندي come back اللي بتسويها مين؟ To be home، يكون في المنزل. هنقول طبعا هنروح المنزل before lunch، قبل الغداء. يبقى نوصل دي. اللون الأخضر. What shall we do tomorrow؟ ماذا سنفعل غدا؟ قال له I want to go shopping in the market، أريد أن أذهب إلى التسوق في السوق. كده لما المدرس يعرف هيلاقي ان الاخضر دوت السهم بتاعه عند واحد متوصل بمين؟ بدي. ولما يلاقي البرتقالي عند اتنين ومتوصل بمين؟ باهي باهي زي الشمس اهي يا اولاد. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. Listen and write، اسمع واكتب. هنسمع يا ولاد مع بعض وهنكتب ايه؟ ده مع زملاء ملف استماع مع بعض. Workbook page 26 exercise 5 listen and write. This is our second holiday in Oman. What shall we do today؟ إذا هنا what shall we do؟ هنكتب كلمة shall. What shall we do today؟ نكمل مع بعض كده. Shall we go to the beach? No, it's too hot today. Shall we go to the mountains? I shall we go to the beach. يبقى نكتب كلمة beach الشاطئ. Shall we go to the beach? قال له إيه؟ No, it's too hot today. It is too hot. It's too hot. سمعنا كلمة hot. رجع تاني قال له إيه؟ Shall we go to the mountains? الجبال. نروح الجبال. خلاص يبقى هنا نكتب mountains. بعد كده yes that's a good idea. That's a good idea. يبقى هنكتب كلمة idea هنا. شفت يا ولاد بنسمع وبنكتب على طول. يلا يا ولاد. Views are wonderful. We can see the mountain people. Yes. And the views are wonderful. المناظر جميلة رائعة. قال له yes we can see the mountain people. نشوف الناس بتوع الجبال. نقدر نشوف ناس الجبال. قالت ايه بعد كده؟ We can buy a rug for our cousins in Kuwait. We can buy a rug. ده نشتري سجادة for our cousins in Kuwait، لأعمامنا cousins in Kuwait. والسلام. لسه في سؤال تاني. ريد اند جروب، هنقرأ ونحط حسب المجموعة بتاعتها اللي بتليق عليها. هاي يعني عالي، ماركت يعني سوق، ميوزيوم متحف، جوت هير شعر الخروف، الماعز، بلين طائرة، فيوز مناظر، جوتس ماعز، بس اتوبيس او باص، ريستورانت مطعم، سكينج التزلج، وول سيف كار، صوف كار سيارة. هنحط هاي فين يعني عالي؟ هنحط ده هاي فين؟ في خانة ال في خانة ذا ماونتنز الجبال. اقول الجبال اقدر اعمل تزلج في الجبال، والجبال ايه؟ هاي عالية. ماركت محطوطة في خانة المكان الأماكن الموجودة in the town في المدينة. ميوزيوم هنحطه فين؟
المتحف هنحطه فين؟ برضه في المكان اللي فيه الايه؟ موجود في المدينة. جوت هير، شعر الماعز احطه فين؟ هحطه في الرجز تبع السجادة، اقدر اعمل السجادة من شعر الماعز. البلين، الطائرة محطوطة في خانة الترانسبورت وسائل المواصلات. الفيوز، المناظر في خانة الجبال طبعا، اقدر كان سي فيوز ان ذا ماونتنز، اقدر اشوف المناظر في الجبال. طيب الجوتس، الماعز محطوطة في خانة الايه؟ في خانة الماعز محطوطة في خانة الايه؟ السجادات. الباص، الاتوبيس، الباص في خانة المواصلات، سهلة. الريستورانت، المطعم، هنحطها ده مكان موجود في المدينة. ان ذا تاون. سكينج، التزلج، اقدر اعمل التزلج في النار في الجبال. يقول السيف، الصوف، الصوف ده موجود في، اقدر اعمل الرجز السجادة من الصوف. باخد الاول الصوف من الماعز واحول شعره الى ايه؟ الى رجز. الكار، السيارة طبعا دي وسائل نقل، وسائل مواصلات، احطها في خانة الترانسبورت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.